من أكتر من شهرين قلت لك انتظر المراجعة الجاية لصندوق النقد، أقسم بالله العظيم وأشهد الله إن أنا قلت لك إن الكلام ده من شهرين، وعشان تصدقني إذا كنت ما شفتش الحلقة أو إذا كنت شفتها وناسي فأنا هعمل زي هدى سلطان، إن كنت ناسي أفكرك. يعني لا كهرباء ولا بنزين ولا تعليم ولا صحة. أحب أقول لك إنك أنت خلصت كده المرحلة الثالثة، عمل الهوم ورك، خد ال 22، وأنت استنى وأنت دايخ بقى وبتفرفر كده، هوب تيجي داخل في الشريحة الرابعة. أمال إيه هو يسيبك؟ يعني يا دوب أنت دايخ ولسه بتفوق. إحنا في شهر 7 يوليو، صح؟ النهارده يوليو؟ ايوه النهارده 30. يا دوب انت لسه بتفرفر وقال لك انا فولت بكام، واللي قال لك انا اشتريت اللبن ب 300 جنيه. لحظه واحده، انت وانت لسه كده بتفرفر، اول ما هيجي شهر سبتمبر الجاي هتكون نفذت الشروط الشريحه الرابعه. يعني كل ده انت عملت شروط الشريحة الثالثة وقبضت ال 28 مليون، لسه بقى انت هتفرفر وتدوخ ويا دوب هتشم نفسك من اللي حصل في الشريحة الثالثة. في بقى شريحة رابعة في سبتمبر، هيجي الصندوق يقول لك ها عملت شروط الشريحة الرابعة. ايه بقى شروط الشريحة الرابعة؟ الغاء الدعم اكتر، تحرير اكبر لسعر الصرف، وده مش انا اللي قلته، ده السيدة الفاضلة رئيسة بعثة صندوق النقد، اهو رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، المراجعة الرابعة تبدأ في سبتمبر ويجب زيادة. شكرا شكرا عزيزي فريق إعداد برنامج مصر النهاردة. وجا سبتمبر، النهاردة 1 أكتوبر، قابل يا عم وقعد فوق لأن تحت اتملى، وأدي الخبر أهو يقول لك ليه السيسي ونظامه بيسرع في قصة الدعم النقدي، وليه السيسي ونظامه خرجوا دلوقتي السيسي في أعداد مكثفة يقعد مع الجيش ومع الشرطة، لأنه اللي جاي هلاك. لماذا اختار السيسي بقى يقعد مع الجيش ويقول لهم انتوا ما حضرتوش اللي حصل في يناير لما الشعب خرج والدنيا باظت، ويقعد مع الشرطة ويقول لهم انتم والحاجات دي، لأنه الشرطة الدفعة الرابعة أصلها كبيرة يا معلم. انت عارف الدفعة الرابعة كام؟ الشريحة الرابعة 1,300,000,000، 1,300,000,000، فهتبقى الشروط سودة لصرف شريحة 1,300,000,000. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج مصر نوفمبر المقبل، هي كانت المفروض في سبتمبر، معلش أجلوها شوية طيب عشان بس الدنيا، وأديك شايف المنطقة عاملة إزاي. ففي نوفمبر بقى أنت دلوقتي تشتغل لحد نوفمبر، في نوفمبر تيجي لك بس صندوق. الهوم ورك فين يا حبيبي؟ ايه الهوم ورك؟ عايزين ايه؟ الحاجات اللي طالبينها منك عشان نديك 1,300,000,000. يعني القصه كلها شروط الصندوق والشريحه اللي هيصرفها لك، واللي معلقها بشروط. اول شرط تحويل الدعم من عيني، يعني من زيت وسكر وحاجات كده، الى نقدي، ويطلع وزير التموين الجديد اللي ما اعرفش انا اسمه ايه ويكلم الشعب عن فوائد الدعم النقدي وازاي هتفيد المواطن. اتفضل. ارجع تاني للدعم النقدي، لو احنا طبقناه مش هيبقى فيه الرغبه في ان انت تلعب في السعر الرغيف لانك هتبيعه بسعره، وان المواطن المستحق هيقدر يشتريه بمبلغ. انا مش عايز استبق الاحداث، لكن اجابه لحضرتك اجابه مباشره، الدعم النقدي طبعا كلمه واحده طبعا. ليه بقى؟ لانه هيمنع الفساد بكل وضوح، هيقفل باب التلاعب. انت عارف مين اللي قاعد قدامه؟ ده احمد الطهري اللي هو افشل مجموعه قناه القاهره الاخباريه، مسكوه قناه جديده دلوقتي او مجموعه جديده بتاعتنا بقى. واحنا اللي نقول يعني مش بس وزير التموين اللي طالع يكلمنا عن الدعم النقدي الجميل الكيوت، لكن الوزير العيوطه العاطفي محمود فوزي اللي بقى وزير شؤون المجالس النيابيه مكان كمال الشاذلي، طلع يتكلم عن ازاي مجلس امناء الحوار الوطني اللي السيسي عامله مكلمه، اللي انا سالتك امبارح ده بدل ايه يناقش، قال لك مجلس الحوار امناء الحوار الوطني هو كمان ناقش الدعم النقدي والدعم العيني. اسمع العيوطة.
قضية الدعم النقدي والدعم العيني مستمرة في مصر بقالها فترة طويلة، عشرات السنوات، 90 سنة 70 سنة، مش هنختلف على الرقم. لكن الحقيقة إن هذه المنظومة تحتاج إلى تقييم، تحتاج إلى وزن. لا شك إن فيها مزايا وفيها عيوب، محتاجين نصارح أنفسنا بمزاياها وعيوبها، نعظم المكاسب ونتجنب العيوب. هذا الحوار المجتمعي الواسع دوره بيأدي الحوار الوطني. مفيش رأي مسبق بيأدي مين الحوار الوطني؟ إيه عاطفي؟ محمود العاطفي الوزير العيوطي طبعا مش هيقول لنا ان مجلس الحمار الوطني اللي الحقيقه ما دخلش في ذمه حد من المصريين بثلاث تعريفه ملوش اي راي ولا قرارات، غير لانه قراراته غير ملزمه وبتترمي في الزباله عادي جدا. عشان عضو او في عضو في مجلس امناء الحوار الوطني كشف في تصريحات لموقع مدى مصر انه متشائم بخصوص التوصيات اللي اقترحوها بخصوص الدعم النقدي. عضو ادي مدى مصر، عضو في مجلس امناء الحوار الوطني متشائم حول مصير توصياتنا بخصوص الدعم النقدي. يا عم انت بتقول ايه؟ انت منتظر يعني خير من السيسي وحكومته؟ انت مش عارف ان اول حاجه عملوها قبل ما يتحولوا من الدعم العيني الى النقدي قرروا يحذفوا لوكشه جديده من مستحقين الدعم من بطاقه التموين. طلعوا 10 فئات هيتم استبعادها من بطاقه التموين قبل ما يحولها النقدي. الفئات دي نشرها موقع صدى البلد، 10 فئات اللي فاتورته تتجاوز فاتورة المحمول بتاعه أكتر من 600 جنيه، اللي عنده سيارة موديل 2017 فأعلى، اللي فاتورة كهربته تتجاوز 1000 كيلووات، اللي وصل متوسط مصروفات المدرسة لأكتر من طفل 20,000 جنيه، اللي سرق التيار الكهربائي، اللي عنده حيازات زراعية تقدر بعشر أبدنة فأكتر، اللي سدد ضرائب 100,000 جنيه فأكتر، عدم صرف دعم السلع أو الخبز لمدة 6 أشهر متصلة، اللي تعدى على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، أصحاب شركات رأس مالها 10 مليون جنيه فأكتر. أنا لازم أسقف للي حط القايمة دي. ليه؟ لانه حط لك بصهيونيه رهيبه ابو قرش على ابو قرشين. انت لما تقرا كده تقول الله عندهم حق، واحد عنده عربيه موديل 2017 ياخد دعم ليه؟ والله عندهم حق، واحد بيدخل ولاده بمدرسه ب 20,000 جنيه ليه ياخد دعم؟ صح عندهم حق والله، واحد عنده شركات ب 10 مليون جنيه ياخد دعم؟ ايه ده؟ عند مين الكلام ده؟ عنده حق. واحد عنده حيازة 10 فدان. فابن الذين العبقري، انا لازم يا سيسي تحافظ على الراجل ده، ده عبقري. هو انت في السكة بقى نسيت ايه؟ نسيت مثلا اللي تتجاوز فاتورة استهلاكه 1000 كيلووات؟ ما انا ما اعرفش الشركة اللي بتجيني وبتزودني، انا ممكن ما اكونش ده استهلاكي فعلا. يعني كتير من المصريين ما بيكونش ده استهلاكهم، بس شركة الكهرباء راح ترزعك الفاتورة، هوب طرت انت من البتاع. الله 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 يا جماعة، دي شقة أوضة وصالة. لا معلش، بس فاتورتك الكهرباء زايدة، طير انت بقى. هتنسى ده، هتنسى بقى واحد التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، هتنسى واحد بني أوضتين ولا أوضة في أرض قايل له انت تعديت على الأرض الزراعية. بس دي أوضة يا جماعة بالطوب كده لا ما تعدي. انت بقى ناسي الاثنين دول وخدت بالك من اللي عنده شركه ب 10 مليون، ناسي الاثنين دول وخدت بالك من اللي هو تجاوزت استهلاك كهرباء 1000 كيلو وات، ناسي كل ده ويقول لك سارقوا التيار الكهربائي. انت هتلبس المحضر. هيجي ناس يقول لك انت لابس محضر سرقته، قسم بالله ما سرقته، اثبت يا معلم. هيطيروك من التموين وبعدين كده تثبت، وبعدين خلاص لما تثبت خلاص انت طرت من التموين. فاللي حط القايمة دي عبقري، عبقري، لأن قايمة لا أحد يختلف عليها. يعني إيه يبقى عندك شركة ب 10 مليون جنيه وتاخد تموين؟ يعني إيه يبقى عندك ولاد ب 20,000 جنيه في المدرسة وتاخد تموين؟ يعني إيه يبقى عندك عربية موديل 2017 وتاخد تموين؟ أيوة، بس أنت ما بصيتش للتانيين. الحالات الأكثر التعدي على الأراضي الزراعية، دي عشرات الآلاف بقى. أنت ما بصيتش اللي يتخبط محضر كهرباء سرق تيار كهرباء وهو ما سرقش، بس عبال ما يثبت دي آلاف. ما خدتش بالك انت
من اللي عنده استهلاك كهرباء 1000 كيلو وات. ايوه بس انا ما الشركه اللي قالت انا ما قلت انا ما عملتش كده. اثبت بقى تير الاول وتثبت. عبقري. الدوله بتتعامل بخباثه وصهيونيه مع المواطن. موضوع حذف المواطنين من بطاقات التموين بقى بايخ قوي، والكل عارف انها شروط صندوق النقد اللي فارضها صندوق النقد، وده اللي بيعبر عنه مواطنه سخرت من القرارات دي. شوف المواطنه دي، قال لك صندوق النقل الدولي عايز كده، عايز ايه صندوق النقل الدولي؟ عايز يقلل من الاشخاص التموين. شلت الدعم عن العيش وزودته 4 أضعافه وقلنا ماشي. مليون واحد سرقوا كهربا وشلت الدعم من عليهم، مع العلم هيدفعوا غرامه وفيهم اللي هيتحبس، وبرده شلتهم من بطايق التموين وقلنا ماشي يستاهل. قلت اللي معاه عربيه غير مستحقه من ذوي المهام الخاصه اللي في الجمارك برضه هيتشال من التومين وهيتعاقب، وقلنا يستاهلوا حاجه مش من حقه. قال لك اللي معاه عربيه حديثه هيتشال من التومين، قلنا دون معاه يقدر يجيب. طلع لك بقى سمير صبري بيقول لك ايه، احنا هنفكر في بعد دراسه العوام عشان نقلل من الناس اللي في بطاقه التومين. ازاي يا عم سمير هتقلل من الناس؟ قال لك اللي عنده تكييف يتشال من التومين، واللي عنده عربيه يتشال من التومين، ولو عندك بقى 3 4 عيال وكل عيل معاه موبايل ونوع الموبايل حديث هتتشال من التومين يا معلم. واخر حاجه لو عندك لوتر في البيت نت، لو مدخل نت في البيت هتتشال من التومين. اللي معاه بطاقه اصلا، اللي معاه بطاقه التومين يستخب. ما هو حط لك دي في دي، ما هو اللعبه ازاي امرر لك. فالناس تقول لك والله منطقي، واحد عنده شركه ب 10 مليون جنيه يحط في تموين. هو ده مين اللي عنده شركه ب 10 مليون جنيه في التموين؟ مش قصه كده القصه. ويدل لك التانيين بقى، في ملايين هتطير بتهمة التعدي على الأرض الزراعية، في ملايين هتطير بتهمة سرقة تيار كهرباء. واثبت، هيثبت ويطلع براءة انه ما سرقش، بس يكون بقى طار اصلا وما يعرفش يرجع تاني. ويطلع وزير التموين اللي بيحذف ملايين المصريين بطاقة التموين يمن عليهم ان الدولة بتصرف 636 مليار جنيه على الدعم. اتفضل. يطلع بقى دكتور شريف فاروق، دكتور وحضرتك طبيب نساء ولا صيدلي؟ تخيل الراجل ده زي السيسي نصاب بيضرب ارقام. هو قال كام؟ 636 مليار جنيه على الدعم. راح اطلع له صحيح مصر مسكت كلامه عن دعم العيش وقالت له بطل كدب بقى، بطل كدب، بقيت البانه بق الناس. تصريح شريف فاروق غير دقيق. استحمل الدوله فرق تكلفه رغيف الخبز العام المالي الحالي 24-25 بنحو 94 قرش بس وليس جنيه وخمس قروش كما ادعى فاروق. خلاص؟ اذ يبلغ حجم دعم رغيف الخبز في موازنه 24-25 90 مليار و 756 مليون جنيه فقط. كما بلغ عدد الارغفه المدعومه في موازنه 24-25 96 مليار و 500 مليون رغيف فقط. وبقسمة حجم دعم رغيف الخبز في موازنة 24-25 البالغة 90 مليار و 756 مليون جنيه على عدد الأرغفة المدعومة في موازنة العام المالي الجاري 24-25 البالغة 96 مليار و 500 مليون، يتبين أن حجم ما تتحمله الدولة من فارق تكلفة لدعم رغيف الخبز للمواطن نحو 94 قرش فقط. تخيل. بس احب اقول لك يا مواطن انت طيب ومش عارف مصلحتك عشان الدوله اللي بتشيل عنك الدعم ده بتعمل كده عشان صحتك. الدوله خايفه عليك. ايوه الدوله خايفه عليك وانت مش واخد بالك. الدوله خايفه يجي لك امراض، الاكل بيجيب مرض، فبتمنع عنك الحاجات اللي بتضر صحتك زي مثلا يعني السكر، السم الابيض. هتقول لي ايه الكلام ده؟ اقول لك والله العظيم ده مش كلامي، ده كلام الدكتور شريف فاروق برضو ابو عين حنينه اللي خايف على المواطنين وبيقول لهم ان الاستهلاك الكبير في السكر ده مش هينفع يستمر كده. واحنا مش بنقول كده عشان حاجه لا سمح الله، احنا خايفين على صحه الناس. شغلنا الشاغل في وزاره التموين هو وضع كود لاستهلاك السكر، لأنه لا يصح أن يستمر هذا الكلام من الاستهلاك. الأمر لا علاقة له بالدعم والله، ولكننا نتحدث عن صحة المصريين. الله عليك يا شريف، الله عليك يا حبيبي. شفت بقى، شفت أنك أنت مش عارف مصلحتك
وبتضر نفسك بالسكر اللي عمال تسفه عمال على بطال ليل ونهار، ولا كأن الكيلو وصل ل 35 و40 جنيه، حرام عليك صحتك.